كنظن كاين الناس اللي كيطيحوا في البوز هما بدون اراده ديالهم، كيخونهم اللسان ديالهم، كيقدروا يجاوبوا شي حد بشي طريقه، تيقدروا يديروا شي حاجه اللي ما كانوش اصلا هما كيتخيلوا انهم غدير البوز، وكيصدقوا دايرين البوز. هذوك حاله اخرى. كاين الناس اللي هما تيقلبوا على البوز، اللي كيكونوا دايرين ان استراتيجي بحال استراتيجي دو ماركتينغ، لاننا بغينا الناس يهضروا علينا في هذا السوجي باش حنا نخرجوا مثلا نكذبوا، اولا حنايا مهم كيكونوا ما عندهمش اعمال وكيبغيو يديروا هذه الطريقه هذه باش يخرجوا. كاينين لان تقالت لي ان زعما كاين الناس اللي زعما سي اون ميثود دو ماركتينغ، اون بوبليسيتي سي توجور اون بوبليسيتي واخا تكون باد بوز ولا شي حاجه. انا ما نقدرش زعما نبقى كنمثال وندير شي حاجه غير باش بحال اللي قلت لك انا ما كانش باش لغيتها تجبر راسي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.